في خبر جديد، صمت وهدوء المغرب يرعبان العدو الجزائري ويجعله يفكر ألف مرة قبل الإقدام على أي مغامرة تجعل المغرب يدمر الأخضر واليابس. المغرب لا يعترف بكثرة الكلام والشعارات الفارغة بل بالانضباط وردع الأعداء في صمت وحرفية عسكرية كبيرة. وسبق وأن نشر منتدى القوات المسلحة الملكية عبر منصة فيسبوك خبرا مفاده أنه مؤخرا تم تجهيز اللواء الملكي الثاني المدرع 2E BRB بجهاز محاكاة للرماية بدبابات أبرامز M1A1 Integrated Mobility System Simulator مزود بنظام مطور للتدريب يضع أطقم الدبابة في مواقف صعبة ويصقل مهاراتهم ويحقق التكوين التقني والتكتيكي المطلوب. وقد كلف هذا الجهاز الجد متطور حوالي 9.5 مليون دولار. ويتكون هذا المحاكي من 3 أجزاء رئيسية: أولا مقصورة العمليات، ثانيا مقصورة الطاقة، ثم ثالثا مقصورة مدير التمرين ديركس، والتي تتكون من 5 شاشات لإجراء التمارين وتحليل النتائج على مستويات مختلفة. المقصورة مجهزة أيضا بوسائل اتصال مع الطاقم يجعل من الممكن فحص وتصحيح الأوامر التي تمت صياغتها خلال مراحل الرماية. وكانت القوات المسلحة الملكية قد حذرت في مناسبات كثيرة أعداء الوحدة الترابية من الاقتراب من حدود المملكة، غير أن انفصالي البوليساريو يتجاهلون التحذيرات ويتم اصطيادهم في مرات عدة. آخرها هلاك 3 عناصر جدد يوم أمس الثلاثاء بقصف جوي مغربي دقيق وراء الجدار الرملي العازل. نشكركم على حسن المتابعة.